الشيخ عبد الرحمن. يا مرحبا يا مرحبا بالشيخ. الله يسعد مساك في الأجواء الجميلة هذه. سم. السؤال هذا دائما يتكرر، إنه ما في دليل على حرمة التدخين. أذكر مرة من المرات جيت إلى طبيب، وتعرف الأطباء المفروض أنهم أكثر الناس عناية بالصحة وغيره، لقيتها مدخن. سولفت مع أول ما قلت له السلام عليكم، قال إيه يعني لا تكلم في التدخين. قلت له تسمح لي بس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن فيهم نسبا وصيرا. قال ربنا يخليك، قلت الرسول اللي قال ربنا، المهم رجل حبيب وكذا. فقلت له بسألك، قال إذا أقنعتني إن التدخين حرام والله ما أحط السجارة في فمي. قلت له تمام. قلت تؤمن في حياة وموت؟ قال إيه، ده ربنا ذكر في القرآن. قلت تؤمن أن الناس يقومون يوم القيامة من قبورهم يوم يقوم الناس يا رب العالمين؟ قال ده ربنا ذكر في القرآن. قلت تؤمن أن هناك ميزان ذو كفتين توضع فيه السجلات؟ يا سلام. قال نعم، يعني إما حسنات ولا سيئات. قال صحيح. قلت كل ما يعمله الإنسان في الدنيا يوضع فيه ميزان، هذا صحيح؟ قال صحيح. قلت السجارة هذا أو البكت اللي ندخنها الآن أو يقع في بعض الناس، إذا أمرت من قبل الملائكة الكتبة أن تضع في إحدى الكفتين حتى يتم الحساب من قبله، تضع في الحسنات ولا في السيئات؟ فإذا قلت في الحسنات معناها أنه يجوز توزيعه، علمنا لأن احنا أخطينا نوزع السواك وغيره، علمنا يا شيخ. وإذا قلت في السيئات فإن النبي يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله وش قال لي؟ يا ابن الذين، إذا ليس جهلا بالأحكام ولكن نقصا في الإيمان. أنا دائما أقول لو أن السجارة تنطق وتتكلم بس ما تتكلم، لقالت لا تحرق الجو تكفي حرقتي فيك. الله. أغضبت ربك كي ترضي أعاديك، أشعلت سجارة غطت سحائبها، شمس الهداية عن وجهي وحليك، ألقمتها ثغرك البسام فانقلبت، أنكبت سامة تروي مآسيك، أشعلتها في فم كانت تطهره آيات ربك، ماذا حل في فيك؟ ماذا تقول إذا جاءتك شاهدة كل الجوارح والجبار قاضيك؟ كيف السبيل إذا ما الروح قد بلغت وقام بعد صلاة الفرض ناعيك؟ وأدرجوا لك أكفانا فهل قدروا أن يجعلوا التبر في الأكفان يسليك؟ وإن قدرت في جوف القبر في ظلمة أشعلها علها بالنور تأتيك. وإن دعيت إلى متن الصراط فهل قام الدخان شفيعا كي ينديك؟ لو كنت تعلم الفكرة في التدخين لاتضحت لك الحقيقة من تجار أمريكا. دع عنك شربها وانظر نهايتها بأسفل النعل تنهيها وتنهيك. إن الشعوب بلا تدخين نأمله ونرفع الكف للرحمن يهديك. هذه المساويك للأسنان مطهرة لعل ربك يعفو عن مساويك. لا تحرق الجوف قد أحرقت أفئدة يكفي ويكفي ويكفي، هل ستكفيك؟ الله أكبر. أسأل الله أن ينفع بك. الآن وصلت الرسالة للعقول الواعية.